ترحب بالحضور الكريم في هذه الندوه الصحفيه اللي الهدف منها هو اعطاء انطلاقه الفعليه النسخه الثالثه لبرنامج التكوين والمواكبه ديال الشباب في 6 جهات من المغرب في مجال ديال التواصل الرقمي والصحافه. دونك غادي نعطي باش نشوفوا المحاور وكيفاش تدوز العمليه ديال التكوين وكيفاش قدرات هاد الورشات وهاد الدورات هذا تساهم نوعا ما في تطوير ديال المهارات ديال الشباب. هادشي علاش معنا محمد ايت موسى وايمان بوشامو. غادي نبدا بمحمد لانه من الخريجين ديال النسخه الاولى ديال المشروع. ممكن يتكلم لنا على هاد النقاط بالايجاب. شكرا سي حسن. صباح الخير عليكم. محمد ايت موسى من مدينه خميسات. أنا خريج ديال برنامج ديال النسخة الأولى. البرنامج اللي كان فتح لنا المجال أننا نتعلم مهارات جديدة في الصحافة، خصوصا الصحافة الرقمية، حيث أننا تعلمنا مهارات كيفية كتابة التقارير الصحفية، كيفاش دوزنا الهدف فيما يخص الشق النظري، والشق التطبيقي أننا دوزنا تعلمنا مهارات المونتاج ومهارات ديال التصوير، وهذا يعني اللي استفدت فيه انا بشكل شخصي بشكل كبير، وذلك يعني هادشي بان في الخدمه ديالي اللي لاحظت انا تطورت صراحه بشكل كبير، كوني انني كنشتغل في اذاعه جمعويه مدينه خميسات اللي هي اذاعه زكفان. هذا بخلاصه هي تجربتي في النسخه الاولى من برنامج الميلاد. غادي ندوز للايمان بوشامه اللي هي الخريجه ديال النسخه الثانيه من المشروع، واللي ما اختلفاش بزاف على النسخه الاولى، ولكن ما كانش كوفيد بزاف ديك الوقيته ديال ايمان. السلام عليكم بعدا، أبشركم مبروكة بالمناسبة. أنا فعلا إيمان بوشامة، خريجة النسخة الثانية من برنامج إي ميديا اللي كان تحت الإشراف ديال إيجوسو وداتش فان أكاديمي. بالنسبة للتجربة ديالي صراحة أنا ما كنتش كنحس بصاتي أنه كانت علاقة ديال كوتش ولا انفورماتور مع أن بارتيسيبون، أكثر من اللي كان بيناتنا واحد ليسبخي ديال الفامي. كان كلشي كيبارطاجي كلشي مع الاخر، والفورماتور كيستافد من البارتيسيبون والبارتيسيبون كيستافد ايضا من الفورماتور. يعني تو سكي براتيك تو سكي تيوريك، يعني كان كلشي كيتعاون مع بعضياته. دونك اللي غنبغي نقول للشباب انه يستافدوا من هذه النسخه الثالثه، لانه فريمون وي بروفيتو لو ماكسيموم ديال لي زانفورماسيون من لي كوتش، لانه فريمون اي تجربه كندوزو منها الا كتعطينا شي حاجه، سيرتو الا كان شي دومين اللي ما عمرنا دخلنا ليه واول مره غادي نبغيو نتعرفوا عليه. بروفيتي لو ماكسيموم وفريمون واحد ليكسبيريونس لي زوينه. فتحوا باب ديال الاسئله، ولا عندكم شي اسئله حول هذا الموضوع؟ حتى حنا الا كانت شي حاجه ممكن اننا نتفاعلوا معها. انس انا عندي ثلاثه ديال الاسئله التقنيه. السؤال الاول، شنو على اي اساس شنو هما المعايير اللي اختاريتو بهم الجهات ديال كنشوف غياب ديال الدار البيضاء؟ دونك وكاين بعض الجهات الشرق ما مستهدفاش، دونك على اي اساس اختارت هذه الجهات هذه؟ كاين اليوم حنا امام شيء يفرض نفسه في واقع الاعلام، هو الذكاء الاصطناعي. واش ما كاينش رؤيه ديال ان التكوين يكون، الا كنا حنا صحفيين مزاولين في المينال اليوم كنلقاو راسنا امام تحدي كبير اننا خصنا نكونوا ضابطين التقنيات ديال الذكاء الاصطناعي، واش ما كاينش توجه لان التكوينات اللي تكون مؤثره تكون في هذا المجال هذا؟ مساله اخرى، المساله ديال ان اللي غيستافدوا من البرنامج هما ما مشترطش فيهم مؤهل علمي، واش ما كتخافوش اننا ننتجوا صحفيين اللي ممكن يكونوا ضابطين البعد التقني ولكن ماشي
ماشي بالضرورة أنهم يكونوا متميزين معرفياً. وفي الواقع في الميدان هذا هو الإشكال ديال الواقع ديال الصحافة المغربية اليوم، بغض النظر على الإشكاليات اللي كتعيشها الصحافة الجمعوية اليوم وزعما في واقع الميدان ولا حتى الأجراء ديالها ولا الاعتراف بها في المشهد الإعلامي. شكرا. شكرا. الزوج غير بغيت نسولكم على كانت الفئه المستهدفه هما المنقطعين عن الدراسه كما اشار الزميل من قبل، وكنشوف المحاور ديال البرنامج بانه كيستهدفوا زعما الصحافه بالاساس. واش يقدر البرنامج يخرج لنا الصحافي في المده ديال 6 شهور ولا؟ شكرا. كاين شي تفضل. ولكن رمضان كريم، رمضان عيد مبارك. ضف سأل أنا أحد بناء جهات وادي إن ذات ما يختصر على الجهات الستة، ثم وش هذا من تدل دليل لقصدي الإعلامي جوسو، مش عنده دليل إعلامي في الطرف عن مغرب الصحراء بحكم أننا هذه القضية الأولى ومثل بعد نجبي للتنمية العربية. السلام، نجوى رزقي، طالبة المعهد العالي للإعلام والاتصال. السؤال ديالي هو واش الطلبة غادي يستافدوا من هذا التكوين، خاصة أن المحاضرة ديال التكوين ما كتمش تدريسا في المعهد أو في معاهد أخرى، واش ما كتشوفش بأن الطلبة هم زعما أولى بهذا التكوين قبل من الناس اللي يكونوا بعاد على المجال؟ شكرا. شكرا. مازال شي سؤال آخر؟ أنا كاين واحد السؤال، ما واش كاين شي ممولين ومشاهير آخرين ما نسمش يعني. شكرا. غادي نبدا بالمساله ديال اننا تنكونوا صحفيين. حنا ما تنكونوش صحفيين بالمفهوم الاكاديمي، المفهوم لان باش تكون صحفي هذا خاصك مجموعه ديال الورشات ديال التكاوين ديال الناس اللي تتقرا في المعهد المده ديال 3 سنوات الى اخره. دونك ما تنسعوش من خلال هذا اننا يكونوا عندنا صحفيين، يعني هذوك 150 مهنيين، 150 صحفي مهني غادي يكون في نخرجوه. دونك حنا اللي تنخدموا عليه هما شباب اللي عندهم الابجديات، فاهمين شنو هو الاعلام الرقمي، تيقدوا انهم يشتغلوا فيه، يقدوا انهم ينتجوا يديروا محتويات اعلاميه رقميه، ولا هذيك سميتها اللي هذوك المحتويات اللي تكون فعلا محتويات مواطنه وفي خدمه ديال الصالح العام، واللي ممكن انهم هما عاوتاني تتخلق لهم فرصه في المجال ديال الاعلام الرقمي. الا قدوا انهم يطوروا راسهم اكثر ويزيدوا ويقدوا يكون هذا باب اللي ممكن يتفتح لهم باش يقدوا انهم يديروا تكوينات اخرى ولا يمشيو يقراو في بلايص وحده اخرى، او لانهم تدوزوا تدريب اخرى ويقدوا ديك الساعات يوليو صحفيين مهنيين متميزين. دونك الفكره ديال ما غاديش نعطيو 150 صحفي مهني في هذا المساله ديال الذكاء الاصطناعي، متفق معك لان مشكل ديال كل شيء، ولكن باش نوصلوا للمساله ديال الذكاء الاصطناعي على الاقل خاصنا ناخذوا بعدا شنو هو نديروا الساس، ومن بعد ندوزو يمكن في مشاريع اخرى ولقاءات اخرى نقدروا ندوزو لهذه المساله. المساله ديال الانتقاء، عندنا 50% اللي غادي يكونوا من الخريجين، من 200 ديال الخريجين تنطمحوا انهم يكونوا من لينيت، اللي هما شباب اللي ما تيشتغلوش، اللي ما كاينينش السوق، ما كاينينش في الدراسه وما تيدوزوش تدريب. ولكن هذا لا يعني انهم حنا مقتصرين عليهم بوحديتهم، بالعكس يكونوا شباب واحد اخرين الخريجين، الطلبه ديال المعاهد ديال الصحافه، ودي دعوه لهم انهم يشاركوا. وكانوا مجموعه ديال الطلبه الصحفيين في النسخه الاولى والنسخه الثانيه، مفتوح كذلك امام الشباب اللي هما يمكن طلبه في الجامعه او لا في هذا، مفتوح كذلك امام الناس اللي هما اللي سالوا الدراسه ديالهم، غير فقط اللي ما يمكنش انه زعما جوج ديال لي كريتير اللي هما مهمين هو السن ديال 18 35 سنه. دونك ما نقدوش يكونوا معنا شباب صغار قبل من 18 عام، قبل من 18 سنه او اكثر من 35، او لا يكونوا من جهات اللي غير مستهدفه من هذا المشروع هذا.
سيما لا باقي ليك دان. شكرا لكم على التساؤلات ديالكم اللي كتبين ان المشروع زعما اليوم في كاين صدى، يعني الناس باغا مهتمه باغا تعرف عليه، باغا تعرف اكثر تفاصيل اكثر. اذا غير نرجع لواحد القضيه في علاقه مع تكوين صحفيين مهنيين ولا تكوين صحفيين، الاوبجيكتيف كيف ما تم التقديم ديالو هو ان الناس، ان الشباب والشابات انطلاقا من واحد القراءه دارت، المهم هي هو معطى زعما باقي مستمر كان ولا زال مستمر، وان صعوبة ديال الشباب في الولوج لسوق الشغل كيف ما كانت الوضعية ديالهم، سواء حاصلين على شواهد ولا ما حاصلينش عليها، دائما كاين هناك صعوبات. إذا المشروع ديال إيميديا سبب النزول ديالو هو أنه يخفف شوية هاد الصعوبات ويحاول أنه يجاوب على مكامن، يسد كل المكامن اللي كاينة اللي كتخلي أن الشباب يزيد ما يعاني من البطالة. إذا في هاد لي دو بروموسيون اللي دازو، الحدود الساعة المعطيات اللي عندنا هو أن 15 من أصل 100 واحد اللي تكون قدروا أنهم يلقوا أو موا أون ميسيون دو ترافاي أبخي لا فورماسيون أبخي لا ملي كيساليو لو بروغرام ديال لاكومبانيومون في لي سوفت سكيلز، يعني كياخذوا السيرتيفيكا كيساليو لو بروغرام داكومبانيومون في لي سوفت سكيلز أوتوماتيكمون كيدوزو، يعني 15 هذا هو المعطى، وحنا مازالين في البحث تحيين زعما ديال هذا المعطى هذا. يعني الهدف ماشي بالضروره هو أنه يبقى في هذا المجال كيشتغل فيه، ولكن يكون ملم حتى إلا تعطات له واحد المادة إعلامية يقدر انه يشوفها يقيمها يعرف شنو هي الزاويه اللي تشتغل بها، شنو هي شنو هو الجنس الصحفي. يعني هذا هو الهدف، يعني هذا هدف بسيط طبيعه الحال. اللي قدرنا نخرجوا صحفي متمكن عنده صح عنده حس عنده هذاك راه كيبقى بقى شي حاجه مزيانه دارت. دونك هذا من جهه. في علاقه مع الذكاء الاصطناعي صراحه الله يمكن جاوبت على هذا السؤال، ولكن انا غير الذكاء الاصطناعي وي ما متفقين على ان اليوم الحاجه مليحه ليه، وهذا غير في تقديمنا لي موديل اللي تكلمنا عليهم هما دي موديل اللي في علاقه مع لي سيبل. يعني ما يمكنناش نجيب واحد شاب ولا شابه اللي ما عندها علاقه بالمجال الرقمي وغتبدا لها بالذكاء الاصطناعي. طبيعة الحال كتعطي لي باز كتفرش الارضيه باش من بعد راه الحويجات الاخرى اللي ممكن انها تجي ممكن انها تكون، يعني نفتحوا فيها نقاش نقشوها. واللي زوين ماشي اللي زوين، الاهم الحاجه الايجابيه في المشروع هو ان لي جروب واتساب ديال لي بروميير بروموسيون ديال لا بروميير بروموسيون لا دوزيام بروموسيون باقيين فعالين، وباقيين الشباب اليوم كيكومونيكو بعضياتهم على مواضيع اللي هي شائكه في المغرب واللي عندها علاقه سواء بمجال اللي تكونوا فيه سواء بمجالات اخرى. وهذا بالنسبه لنا هذا ربح من بين هذو بين الايجابيات اللي سجلها اليوم المشروع. وبالتالي غدا غتلقى الذكاء الاصطناعي كيتناقش ما اوغ دو نو ما اوغ ديال لو كادر ديال لو بروجي. هذا من جهه. كان سؤال ايضا على الفئه المستهدفه المنقطعين عن الدراسه، والا كنظن ان تربطات المنقطعين عن الدراسه تربطات بكيفاش ان ممكن يكونوا مؤهلين في المجال ديال الاعلام، على اساس ان المجال ديال الاعلام والصحافه غير باش من نحرفش الهضره ديالك كنحاول، على اساس ان المجال ديال الاعلام والصحافه يعني خاصو يكون مفتوح في مجال ديال فوجه ديال الناس اللي عندهم اون باز. انا انطلاقا من هاد العامين ديال المشروع اللي عندنا، الناس اللي جاوا من اعالي الجبال واللي ما عندهمش تكوين في مجال ديال الاعلام والصحافه قدروا انهم يبهرونا بالانتاجات الاعلاميه ديالهم، بالاختيار ديالهم في المواضيع. الاختيار ديالهم ديال المواضيع ما كانش دي سوجي اللي هما كونسومي، اللي حتى الصحفيين اليوم كنلقاهم انهم كيعاودوهم بلوز او موا. كان اختيار ديال المواضيع انطلاقا من الواقع ديالهم، وباش تكلم على الواقع ديالك خاصك تكون كتعيشو. وبالتالي الناس في اعالي الجبال اليوم وبدون ماين تكوين ا مينيموم دو فورماسيون قدروا انهم يخرجوا محتويات اعلاميه كتحترم فيها لي باز ديال لي نورم جورناليستيك، ويقيسوا ويختاروا زاويه ديال المعالجه ما اختيار موفق، وهادشي بشهاده لي كوتش. وهنا منين كنتكلموا على لي كوتش، يعني كان شي كنظن سي محمد ياك هو اللي طرح ادريس عفوا هو اللي تكلم على القضيه ديال المكونين. اذا هما مكونين معتمدين من طرف اكاديميه ديال دوتشفيل اللي كتشتغل اساسا على الاعلام والصحافه، وهما كيف ما قلت حنا عندنا طاقات في المغرب، يعني هما كيكونوا كاين دي تونيزيان كاين توانسه كاين مغاربه وكاين دي زالمون اللي تاهما كيشتغلوا مع هاد الشباب. يعني كنحاولوا والهدف من هاد الشيء ماشي هو نقدروا نقولوا ماشي هو الكفاءه
اكثر ما ان كيفاش هذاك المكون بهذاك الباك جراوند اللي عنده بهذاك شنو نقولوا بداك التاريخ اللي عنده في مجال ديال الاعلام وهذا قادر انه يوصل المعلومه لواحد الشاب اللي منقطع عن الدراسه اللي ربما ما حلفتوش الظروف انه يكون عنده امين يكون تكون عنده اون باز. اذا هذا هو الاختيار ديالنا في هذا المكون كيعتمد اساسا على الناس اللي قادره تتواصل مع هذه الفئات المستهدفه بالمشروع. لان الا جينا نهضروا على لي فورماسيون اي سون ديسپونيبل سوغ انترنيت كاين تقدر تدخل الانترنيت تقرا مع راسك الصحافه وتخرج غدا صحافي تخرج كتعرف الابجديه ديال الصحافه. ولكن واش هاد الشاب عنده هاد الامكانيه بعدا ان يعني يقدر انه يلقى هاد التكوينات هادو اللي كتميز بالجوده وعنده لا بوسيبيتي. راه بارفوا في البروجي لقينا فاش كنا كنديروا لي فورماسيون ان ديستانس لقينا المشكل اللي فرضت علينا الجائحه لقينا المشكل ان الناس كملي كنبغيو ناخذوا الصوره الجماعيه في الاخير كنلقاهم اكتيفاو الكاميرا وموراهم شجره والارض قاحله من اللور. يعني وباش شاد الكونيكسيون راه خرج من الدار ديالو تمشى واحد جوج ديال الكيلومتر باش يجلس تحت واحد الشجره ويشد الكونيكسيون ويتبع التكوين. اذا هذا الشيء ماشي متاح لكل شيء وكنحاولوا من خلال هذا المشروع اننا نوصلوا لهاد الناس باختلاف الظروف ديالهم باختلاف المستوى الدراسي ديالهم ونعطيهم هذه الفرصه بانهم حتى هما يكونوا متواجدين يكونوا متمكنين من هذا العالم هذا لان على اساس انه هو اللي غادي يمكنهم واللي هو اللي يخول لهم هذيك الحياه زعما بكرامه ويضمن لهم شويه الحقوق ديالهم. يعني المدخل هو الادماج السوسيو اقتصادي والسياسي. طرحتي السؤال على الشق السياسي حتى هو غادي نجاوبك عليه مباشره. تكلمتي على الاشغال ديال المجالس المنتخبه. اذا برنامج ديال التكوين والمواكبه ديال الشباب هو شق هو جزء من المشروع ديال ايميديا. الشق الثاني متعلق بلي ميديا بلي ماك بلي ميديا كوميونيتير اي اسوسياتيف بالاعلام الجمعوي بالاعلام الجمعوي اساسا. الشق الثالث متعلق بشنو متعلق بان هاد الشباب هادو من بعد الادماج ديالهم السوسيو اقتصادي ضروري انهم يكونوا هذا منطلق ممكن فكر هذا منطق ديال المشروع فكروا به الناس اللي صاغوا هذا المشروع ان هذا الشاب هذا بعد الحصول ديالو على واحد التكوين معين اللي غادي يقدر يخول له الولوج لسوق الشغل خاصو يساهم في الحياه السياسيه على المستوى المحلي خاصو يكون قادر على انه يقيم السياسات العموميه على انه يشوف يقرا غير البرنامج ديال 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 المجلس اللي كيقدمه الجماعي كل عام. كيفاش فكر المشروع في هذا المنطق هذا بهذا المنطق هذا فكر انه يحاول يخلق بين المنتخبين على مستوى الجهات وبين الشباب اللي تكون ولا اللي ما تكونش ولا اللي عنده إلمام بالسياسه وبين الهيئات الاستشاريه على اساس انها خصها تكون كتضم هاد الشباب هادو يحاول يخلق بيناتهم واحد الرابط وواحد التواصل على الاقل اللي قلتوا بعضياتهم ويفكروا في سبل ديال الاشتغال بان القانون كيعطيك هاد الامكانيه سبل ديال الاشتغال المشترك. وفي هذا الباب هذا ديفلوبا البروجي ديفلوبا المناظرات الجهويه للديمقراطيه التشاركيه. درت اول محطه سوس ماسه المحطه المقبله كاينه في فاس مكناس وغادي الشهر المقبل وغادي نكملوا. والهدف هو اننا في الاخر نديفلوبيو دي زوتي ديال الفونكسيونمون ديال هاد لي زانستانس على اساس ان هي اللي ممكن تضم الشباب وتضم النساء يكونبري الناس اللي استفدوا معنا من التكوين. هذيك خطوه اوليه لان المشروع كيف ما كنعرفوا ملي كيتنزل ما يمكنلوش يجاوب على جميع الاشكاليات وما يمكنلوش يقيس كل شيء ولكن كيحاول قدر المستطاع انه يسد شويه ديال الثغرات اللي كتحافظ على الروح ديالو. حنا التكوين لغونفورسمون ديال لي ماك على اساس انها مرتبطه بحريه ديال التعبير وانها تقدر تكون حاضنه واحد الوقيته لهاد الدراري اللي كيتخرجوا هاد الشابات وهاد الشباب اللي كيتخرجوا اللي كيحصلوا على لي سيرتيفيكا ديالهم المعتمده في اطار هاد البرنامج ديال التكوين. ومن بعد كيفاش نفكروا في كيفاش اننا ندمجوهم في الحياه السياسيه لان هذه واحد لا كومبوزيسيون اللي يمكنلكش تفرقها. هذا واحد نقول واحد النسق واحد يمكنلكش تفرقوا على بعضياته. يعني الا ما كنتش متمكن ما يمكنليش نكون متواجد ما يمكن الا ما كنتش متواجد ما يمكنليش نساهم في الا ما كنتش منخرط في الحياه السياسيه ما يمكنليش نساهم في الاقتراح وفي التجوي ديال العمل ديالي. غادي نحاول نرجع شويه للور لان هنا مجموعه من الاسئله. الامن الرقمي سولتي عليه الامن الرقمي. اذا الا تكلمنا على منتدى بدائل المغرب من بين الجمعيات اللي اشتغلت عبر القطب الاعلامي ديال ايجوسون بين الجمعيات اللي اشتغلت كانت سباقه في الاشتغال على ليدوكاسيون او ميديا اي على انفورماسيون
واليوم عندنا مجموعة من البرامج إعلامية وعندنا مجموعة من البرامج أخرى غير إعلامية اللي كتشتغل على هذه النقطة هذه، يعني كيفاش نربي الشباب والشابات ولا الفئات جميع المستهدفة على الإدوكاسيون، على التعامل مع الميديا والإنفورماسيون، كيفاش نختاره. هذه خطوة أولية ضمنها كاين هذا الأمن الرقمي، ولكن حدود الساعة مازال ما كاينش الشغل عليه، ربما في مشاريع أخرى. هذه من جهة. دونك الملصق غادي نعيط على أمين هو اللي هو اللي هو اللي مورس تدريس، هو اللي يشتغل على الملصق. ممكن أن كان سؤال في علاقة مع الملصق، قال لك ما كانتش إشارة فيه غير كتذكير، وهو سي لا سبيسياليتي ديالو، كان ما كانش تذكير يعني فيه ان غنشتغلوا على الصحافه الرقميه، باغ كونط كانوا دي ميكرو كانوا هذا. دونك امين تفضل معنا، غير الاجابه رابيدمون، تفاعل ماشي بضروره اجابه. اللي بغيتو زعما، حنا ليكيب، هذه ليكيب كامله، هذا امين مروان، هادو كاملين اللي اشتغلوا من اجل انجاح هاد الورشه. دونك غير نرجعوا مع الاجابه مع حسن في علاقه مع الملصق. الاشتغال كيف تم الانتقاء ديال الشباب، الانتقاء ديال الشباب، وربما كان خاصنا وي الجهاز انا حطاها. الانتقاء ديال الشباب كان عنده علاقه اساسا، المهم دابا لو فورمولير فيه الى طلعنا عليه النسخه الثالثه، صراحه كان خاصنا نتبعوا الفورمولير ونجيبوه معنا. الى طلعنا عليه فيه مجموعه من الحويجات، يعني كيبان لك الاهتمام ديالو، الوضعيه ديالو، والجهه اللي كينتمي لها، زائد ان بيسي سي في زعما اللي فيه لي زيكسبيريونس ديالو، وبطبيعه الحال لا كارت ناسيونال. هادو هما الشروط، زعما ما كاينش شي شروط كبيره، لان حنا عندنا اهداف في الاخر في المشروع، هو ان من هادوك الناس اللي غيتم الاختيار ديالهم، واللي في الاخر كنلقاو مشكل، لان البروموسيون اللي دازت 1600 ترشيح وكان خاصنا ناخذ 100 ترشيح، وكانت 13 تري 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 ديفيسيل بالنسبه لينا، وبالتالي اعتمدنا اكثر على النسبه ديال النساء، النسبه ديال اللي نيت، وما تبقى من الشباب والشابات اللي بداو الاهتمام ديالهم واللي بقاو متبعينا واللي بقاو كيصيفطوا دي ميساج. دابا لي بواط ميل ديالنا اللي محطوطين ديال الشباب، اللي محطوطه لي كوردوني ديالهم في لي كومونيكي دو بريس، كنتوصلوا بالمئات ديال الرسائل. يعني ما يمكنلكش هذا الشاب اللي بقى كيلح وكيلح وكيلح، ما يمكنلكش تجي تقصيه، ماشي على اساس ان الشباب الاخرى زعما غير معنيه ولا غتقصى، ولكن هناك مجموعه من المشاريع اللي كيشتغل عليها الفماس، واللي كيحاول انه يعطي الفرصه لاي شاب وشابه اللي بدا الاهتمام ديالو في مجال من المجالات اللي كيشتغل عليها منتدى بدائل المغرب. فعلاقه مع الجهات ما كاينش اقصاء، الفماس المشاريع ديالو كاينه في الجهات كامله متواجده. طبيعه الحال انا ماشي لا بون بيرسون بور بارلي على هذا الشيء كامل، لان انا كنشتغل في مشروع محدد، ولكن باغ كونط كانوا معنا ناس اخرين اللي اشتغلوا في مشاريع كثيره، دونك ماشي اقصاء الجهات. الاختيار ديال الجهات كان عنده علاقه اساسيه بالجهات اللي متواجد فيها لي ماك، داكشي علاش تم الاختيار ديال الجهه ديال فاس مكناس فيها ألسي، الجهه ديال يعني لي ميديا كوميونيتي اسوسياتيف اللي بقاو متبعين هذيك الوتيره ديال البث ديالهم، وبقاو كيشتغلوا، وبقاو يعني الشباب كاين معاهم. دونك هذا هو الاساس ديال الاختيار، وهادشي ما كيعنيش انه كاين اقصاء جهات اخرى. انا قلت لك كيخدم من الجنوب للشرق للشمال. راه انا قلت لك جو سوي با لا بون بيرسون باش نجاوب على هاد لا كيسيون، لان انا خدامه في مشروع، ولكن جو سوي سور راه تقدر تدخل لو سيت انترنيت فماس ديال فماس لا باج فيسبوك، وتلقى اون بانوبلي ديال لي بروجي اللي خدموا في الجهات كامله ديال المغرب. الا بقات شي حاجه اخرى نجاوب عليها. لامباكت، تكلمنا على لامباكت، زعما الامباكت اون تيرم دو زعما الامباكت كيتحسب لي زانديكاتور. الا تكلمنا على البروجي ديالنا، حنا كنا حاطين اننا غادي نفورمي ولا فاميتين جون، غادي ياخذوا دي سيرتيفيكا معتمده، هادوك من بعد ما ياخذوا لي سيرتيفيكا المعتمده ديالهم غادي يدوزوا للتكوين في لي سوفت سكيلز فروت اونتربرونيا. كنا حاطين حنايا في كل بروموسيون غير جوج اسيدي يقدروا يلقاو واحد الوظيفه، غير جوج. اليوم وصلنا ل 15 ومازال ما عندناش لا ثوازيام بروموسيون، يعني الا قدرنا نوصلوا على فان دو كونط واحد 30 ولا 40 شاب اللي يقدر يلقى اون ميسيون على اساس ان الاخرين غادي يلتحقوا، لان مازالين في المسار ديال التكوين. دونك هذا كيبقى سي ان امباكت اللي باين، هذا تاثير ايجابي اللي كنتمنوا ان يكونوا بزاف ديال المشاريع اللي كيمشيو في هذا لو سونس. هذا شكرا.
الا نسيت شي سؤال يقدر يذكرني شي خاصنا رشيد معانا خاصنا رشيد خاصنا الريسبونسابل فينانسي وادمنستراتيف اللي جاوب ولكن زعما شنو السؤال كان متعلق بالقيمه الماليه ديال البروجي دابا كتهضر على التحفيز للشباب انا وي انا نقدر نجاوب على لي ناقص انا الا فهمت هذه القضيه ديال التحفيز في علاقه مع التواجد ديال الشباب غير واحد المعطى اللي غفلناه كاملين ربما وكنت كنقول ان ايمان ومحمد يقدروا يشيروا له يمكن شاروا له غير ما بانش مزيان هو ان الشباب هادو في لافان ديال في الوسط ديال لو بروسيسوس دو فورماسيون يعني فاش كان يساليوا المشروع ديال المواكبه وكيدوزوا لاكومبانيمون كيدوزوا المصاحبه في مجال ديال البحث على العمل راه كيكونوا مجبرين انهم يديروا دي برودكسيون يخدموا على انتاجات اعلاميه وهذوك الانتاجات الاعلاميه خصها تكون كتخضع لشروط مقابل ماشي مقابل ولكن نقدروا نقولوا كاينه دي بورصه لافان دو برودكسيون بوغ انكوراجي باش نشجعوا هاد الشباب انه يدير لا برودكسيون ميدياتيك هذا في علاقه مع التحفيز الا جينا نتكلموا على الماليه ديال المشروع كامله نقولوا دابا حنا راه في الانفلاسيون حنا راه المغرب راه طالع يعني اللي تعطى لهاد المشروع ولا اللي كان مخصص له صعيب يكفي في هاد الوقيته هادي مع العلم اننا الى عندك شي اضافه وي كاين الاتحاد الاوروبي راه هو الممول الوحيد ديال المشروع عندنا دي بروجي مع وزارة الثقافة ممكن أننا تفتح الفرصة أننا نهضروا فيهم في فرص أخرى ممكن حسن عنده شيء إضافة في علاقة مع الامباكت أنا بغيت غير نهضر على العجالة على الموساق باش ما يدوش هذاك الموساق ندوي الصحفي كاين موساق آخر اللي هو متعلق بالمشروع وبالدعوة ديال المشاركة يمكن طالع عليه راه كاين في لي باج ديالنا ولي دعوة لكم من ملاحظة الدورات الأخرى إذا سمحتي لي وي أنا كتبة شريط مهني وي إذا سمحتي لي الملصق وهذا كاين متوفر بزاف في لي ريزو سوسيو كاين منتشر بشكل كبير يمكن درنا ما جبناش كان خصنا نجيبوه معنا باش تشوفوه ولكن هذه من النقاط اللي غادي ندرجوها بالنسبه للفيلم على البروجي كامل فكاين غادي يكون في النهايه ديال البروجي وان شاء الله راه نعاودو نعيطوا لكم الندوه الصحفيه ديال الاختتام ديال المشروع اللي تكون في النهايه ديال هاد السنه ولا البدايه ديال السنه المقبله واللي غادي نعطيكم فيها كاع المعطيات على النسخ بثلاثه وكذلك حتى على الباقي الشق الاخر من المشروع وشنو اللي ممكن انه يدار من بعد من زعما تنظن اننا تفاعلنا مع اغلبيه ديال الملاحظات ونعاود غير نعاود نرجع للمساله ديال الجهات لانه طرحات علينا في الندوه الصحفيه الاولى والندوه الصحفيه الثانيه وسؤال اللي تطرح لنا في لي ريزو سوسيو ما كاينش شي حاجه سميتها اقصاء ديال الجهات وما يمكنش اننا نخدموا في الجهات كاملين في مشروع كاينين مشاريع اخرى اللي تتستهدف بحال المنطقه ديال بني ملة فيها بزاف ديال المشاريع اخرى اللي عندها علاقه بالتشغيل ديال الشباب دونك ما غاديش تمشي عاوتاني دير عاوتاني برنامج نفس المشروع تمايا تبين ان هاد السته ديال اللي كان ممكن اننا نشتغلوا فيهم هما هاد السته هادو اللي حنايا فيهم اليوم يمكن في مشاريع
اخرى قادمه اننا نحيدوا هاد السته ونمشيو للسته الاخرين. وكاين كذلك كيف تكلمتي ما قبيلات عندنا مجموعه ديال المشاريع اخرى اللي تخدم عليها منتدى بدائل المغرب في ماس اللي كاينه في المنطقه الشرقيه. المنطقه الشرقيه تنظن غير هذه ما كملاش واحد 3 شهور ولا 4 شهور كنا تما على القضايا ديال المشاريع اللي عندها علاقه بالهجره. دونك ما كاين زعما اقصاء ديال المنطقه على حسب منطقه اخرى، فقط ان المشروع دار السته ديال 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 الجهات. الامكانيات اللي كاينه هي هذه، حنا مجتمع مدني ماشي زعما ماشي ما عندناش بزاف ديال 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 الامكانيات. دونك تنحاولوا بهذوك الامكانيات اللي عندنا اننا نشتغلوا في زعما في الحدود في المناطق اللي تتبان لنا في هذيك اللحظه ديال ديال المشروع انها ممكن تكون مستهدفه. في لقاءات اخرى ولا في مشاريع اخرى راه غادي نكونوا في مناطق اخرى. دونك الا ما كان حتى شي سؤال اخر تفضل. بالنسبه للاكاديمي الشهاده وشي معتمده من طرف مجلس الوطني للصحافه مثلا، انا مشارك معكم في هذا البرنامج وخذت ديك الشهاده، واش بامكاني ناخذ لاكارت بريس اللي تبعت مجلس الوطني للصحافه؟ نشوفوا مع نسولوا المجلس. لا تنظن لا تنظن لا الوروج هو المجلس تحل لا 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 بارونتيز هذه شهاده ديال 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 المشاركه لهاد الشباب هادو اللي تقدر انها تفتح لهم الباب انهم مثلا وحتى في الانتاجات باش ما ننساش هاد القضيه، حتى الانتاجات اللي تيديروها هاد الشباب هادو من بعد. هي علاش درناها؟ هي باش يكون عندهم سي في اللي نوعا ما عوض ما يكون خاوي ما فيه حتى شي حاجه، على الاقل تتلقى فيه راه عنده سيرتيفيكا ديال دوتش فيل اكاديمي، عنده واحد 3 أو 4 ديال لي برودكسيون خدم عليهم ديال الانتاجات نقيه اللي يقدر ملي تيجي عندك نتايا تيقول لك ها شنو عندي، وانت تشوف الامكانيات اللي كاينه وممكن انك تخلق ليه فرصه ديال الشغل. ديال 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 الشغل. او لا مثلا انه بحال دابا مثلا كاينين مجموعه ديال ديال المؤسسات اللي تدير ابل باش الناس دير ليها مثلا يصوروا لهم شي منتوج او يديروا لهم شي هذا. فهاد الشباب هادو عندهم تتولي عندهم هاد الامكانيه ديال انهم يدفعوا لهذاك سميتو ويقول له ما حنايا شنو تنديروا واش تنديروا باش زعما ما غرضنا زعما في نهايه المطاف ما ماشي غرض ديال اننا وكيف قلت قبيله انه ما يكونش عندنا زعما ماشي هدفنا هو اننا نعطيو صحفيين مهنيين اللي غادي يبقاو لهاد الشباب هادو غادي يبقاو غير في المجال ديال الصحافه، هو غادي يبقاو في المجال الرقمي. يقدر هوايا بحال مثلا عندنا واحد الشابه كاينه في تاليوين سلوى اللي من بعد التكوين خلقات قناه ديالها شين ديال 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 يوتيوب، ولات تدير محتويات اللي عندهم علاقه بالمنطقه اللي هي فيها واللي هي يعني تخدم بها المنطقه ديالها. وميم طو راه هذاك العمل اللي تديرو راه ممكن انها تلقى به فرص ديال العمل، اولا هو نفسه ولا عندها منه دخول.